السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 8 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تفقد أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون تفقد بزرادة بالعاصمة ظروف إقامة وحدات حفظ النظام العام ووحدة الحماية المدنية. وزير الداخلية الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية قدم تهاني العيد لأعوان حفظ النظام العام والحماية المدنية، وأثنى على جهودهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. من جهتهم أعوان حفظ النظام العام أعربوا عن استحسانهم لهذه الالتفاتة الطيبة. المتابعة لوليد زروق. أعوان وحدات حفظ النظام ومن مختلف ولايات الوطن يقيمون هنا بقرية الفنانين بزرادة. بعيدا عن ذويهم واستجابة للواجب، يقضون أيام العيد خدمة للوطن والمواطن، أجواء أخرى توفرها السلطات المحلية لضمان حميمية العائلة. المصالح الأمنية التي هدفها الأساسي والأولي والنهائي هو الحفاظ على أمن المواطن وعلى أمن ممتلكاته. فإذا تحية إكبار وإجلال لكل أسلاكنا وخاصة الشرطة منها على هذه العمل الجبار وهذا العمل المهني الذي يشهد له العدو والصديق. نعمل كذلك من أجل مرافقة هذا السلك في المجال المهني وكذا الشؤون الاجتماعية. نعمل جاهدين من أجل الارتقاء بهذا السلك إلى الطموحات. كل عون تابع للشرطة. الشرطة الجزائرية التي تعرف تطورات ملحوظة توكل إليها مهام جديدة في إطار توسيع نشاطاتها سواء من الجانب الصحي أو البيئي. تفكير في مهام جديدة لسلك الشرطة. مع السيد المدير العام كنا مضينا مع السيد وزير الصحة على اتفاقية باش يكون لجهاز الشرطة عمل جديد ومهام جديدة خاصة بالشرطة الجوارية وهي التكفل بالمجال الصحي الجواري للمواطنين. سوف يكون إن شاء الله تكون تكوين لإطارات التي تعمل خاصة مباشرة مع المواطنين باش تتكفل بهذا المجال. سوف يكون لنا إن شاء الله فرع متخصص في حماية البيئة وليكون مباشرة تابع للشرطة القضائية. هذا مهم جدا. كما تعلمون قامت الحكومة باتخاذ بعض القرارات الخاصة في حماية البيئة، في حماية جبالنا، في حماية شواطئنا، في حماية مدننا من التلوث. فلا بد أن ترافق هذه العملية بعمليات استباقية وعمليات وقائية تقوم بها السلطات العمومية وكذلك تقوم به الشرطة الجزائرية وربما بعض الأسلاك الأخرى إن شاء الله. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يشارك أجواء العيد مع أسلاك الأمن الوطني وكذلك أفراد الحماية المدنية الذين يبقون دائما في استعداد لأي تدخلات تقتضيها الظروف. لا ننسى أبدا كل أسلاك الأمنية من الدرك الوطني إلى جانب الجمارك إلى جانب أعوان الحماية المدنية إلى جانب أعوان الغابات، وكذلك لا ننسى أسلاك الجيش الشعبي الوطني المرابطين على حدودنا والذين يعملون على حماية ظهورنا وظهور الجزائر. فمن هذا المنبر أقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير والجزائر بخير. مداومة واستمرارية الخدمة أساس رجال عاهدوا الوطن خدمته في كل مكان وزمان، فالجزائر تستحق كل التضحيات.
من جهته وقف أمس وزير التجارة سعيد جلاب بالعاصمة على مدى استجابة التجار لبرنامج المداومة خلال يومي العيد. هذا واستحدثت وزارة التجارة تطبيق رقمي أطلق عليه اسم أسواق ليسهل على المواطن التعرف على المتاجر والمحال المعنية بالمداومة في انتظار تعميم التطبيق ليشمل الصيدليات، وذلك بناء على طلب من وزارة الصحة. وبولاية إليزي استجابة واسعة للتجار المداومة خلال يومي العيد مع ضمان مختلف الخدمات الضرورية. المتابعة لإبراهيم بالخير. استجابة واسعة سجلها التجار المعنيون ببرنامج المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بولاية إليزي. نهار ثاني عيد إن شاء الله هنا ندور ولقينا الخبز ولقينا يعني كلش كاين، كلش متوفر، المحلات مفتوحة، الخبز ها هوينا كاين. سما رانا يعني الليله حوشت عليها لقيتها. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه بالف الف خير. بالنسبه للمداومه، انا مش في المداومه وانما فاتحين البارح واليوم. استجابه جميع التجار لعمليه المداومه خلال هذا العيد وتوفر المواد الغذائيه، الخبز، الخضره والفواكه، يعني خلال العيد بالنسبه للعيد الاول ولا العيد الثاني، ويعني كامل المحلات راهي استجابة للمداومة. من جهتها المصالح الاستعجالية بالمؤسسة الاستشفائية صاهرة أيضا على التكفل بكل الحالات الجراحية والطبية. سيغدر السبيطار نتاع عقاب يعني كل شيء أكهرت إلا الحمد لله يا ربي، يضبع بخداما الفرام لالان. فيما يخص اليوم الأول معظم الحالات التي جاءت على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية معظمها حالات جراحية، وتم التكفل بها على أكمل وجه وتم خروج جميع المصابين، والفريق الطبي متكون جاهز وفي جميع الظروف. وعبر كل بلديات الولاية إليزي وفرت مؤسسة نفطال الوقود بكل أنواعه إضافة إلى كل الخدمات التي يحتاجها المواطن في هذه المناسبات. إلى البقاع المقدسة حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء المناسك، مناسك الركن الخامس من الإسلام في ثاني يوم من أيام التشريق بمشعر منى، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ويجوز للحاج تأخيره ليؤديه بعد أيام التشريق قبيل أداء طواف الوداع، وذلك وبعدها يتحلل التحلل الأكبر، وذلك في ظروف أو وسط تنظيم محكم. هذا وشهد مشعر منى أمس تهاطل أمطار غزيرة، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح رئيس وفد الحماية المدنية في البعثة الجزائرية أن فرقه متحكمة في الوضع وأن هذه الأمطار لم تخلف أي خسائر في صفوف الحجاج الجزائريين. إلى فلسطين وبقطاع غزة التي أحيا مواطنوها على غرار البلدان الإسلامية عيد الأضحى المبارك رغم الحصار وسياسة الطمس التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من انتهاك حقوقه المشروعة. الفلسطينيون في غزة أحيوا المناسبة وعبروا عن شكرهم للجزائر نظير مبادراتها الخيرية والتي تمثلت في تقديم أضاحي العيد للفلسطينيين في غزة. الأجواء ينقلها لنا مراسلنا من هناك وسام أبو زيد. منذ أن بدأت تكبيرات الله أكبر في عيد الأضحى المبارك إلا وبدأ ذبح الأضاحي المقدمة من الشعب الجزائري عبر حملات تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني والذي يعيش أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي وحصاره على قوت يومهم. هؤلاء المحسنين والكرماء في شعب الجزائر الحر بلد المليون شهيد الذين قدموا لنا هذا المشروع الخيري ليكونوا بيننا في قطاع غزة رغم بعد المكان، إلى أنهم كانوا بشعورهم وقلوبهم وأيديهم الممتدة بالخير والجود والكرم. فأيادي الشعب الجزائري البيضاء امتدت أيضا عبر جمعية البركة الجزائرية في عيد الأضحى المبارك والتي قامت بتوفير الأضاحي إلى مئات العائلات الفلسطينية التي عجزت عن توفير أضحية وما زالت تغرق في وحل الاحتياجات الأساسية. المساعدات الإنسانية لها أثر عظيم على الأسر الفقيرة حيث يعني تسد اللي هو خانة كبيرة من احتياجاتهم، ولكن المساعدات الخاصة من الشعب الجزائري مختلفة تمام، لأن الشعب الجزائري له علاقة كبيرة في الشعب الفلسطيني وشعب يحب الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب الفلسطيني يتعاطف معه. وخلال أيام العيد
قامت بالتوزيع في كافة المحافظات الفلسطينية والمناطق المهمشة في محاولة لإدخال الفرحة إلى قلوبهم وقلوب أطفالهم، وتأكيدا على وقوف الجزائر الدائم مع قضاياهم العادلة. مش بموسم عيد، احنا ولا حسنا الحمد لله انه في عيد ولا حاجة، ولا حاجة والله، والله حظ الله ولا حاجة. دين جبنا الصغار التنين هدول يلبسوا، وانا عندي 60 فار بدهم مدارس وتوجيه وسنوية انتو عارفين، ولا في نكسيهم ولا نجيب اواعي ولا حاجة. افتح التلاجة وروح شوفهم، فيش عيد وفيش الولاد ما حطوش بالعيد. فمشاريع الأضاحي المقدمة من الشعب الجزائري إلى الشعب الفلسطيني تبقى جانباً من الدعم المتواصل منذ سنوات وما زال مستمرة في ظل الحصار الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. نبقى في الأراضي المحتلة، حيث أدنت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، والاعتداء على المصلين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى، تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في انتهاك جديد لقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بالوقف الفوري للاستيطان بالضفة والقدس المحتلين. في فنزويلا، حرب المواقع بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة اليمينية المتطرفة خوان غوايدو متواصلة، حيث أعلنت الجمعية التأسيسية يوم أمس عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتجديد الجمعية الوطنية ذات الأغلبية المعارضة. وأوضح جو سادو كابيلو رئيس التأسيسية أن الإعلان عن موعد هذه الانتخابات سيتم بعد استشارة جميع الهيئات الحكومية والشعبية طبقا لروح الدستور من جهة، وما يستدعيه الوضع السياسي من جهة أخرى. أخيرا، ارتفعت حصيلة إعصار ليكما في الصين إلى 49 هالكا و21 مفقودا، وذلك بعد 3 أيام من دخوله البر الصيني، في الوقت الذي يواصل فيه الإعصار الأقوى هذا الموسم تقدمه في المقاطعة الواقعة شرقي الصين، فيما تم إجلاء 1,000,000 شخص ونقل أكثر من 110,000 منهم إلى ملاجئ آمنة. نهاية النشرة قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. نشكر لكم طيب المتابعة، يوم موفق، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.